مساكم الله بالخير مشاهدينا الكرام، أهلا بكم إلى حلقة جديدة من بين قوسين. خصصناها اليوم عن مطالب شعبية أمام أو على طاولة رئيس الوزراء الجديد. في 15 من أكتوبر الجاري أصدر الرئيس هذه قرارا مفاجئا، أقال بموجبه أحمد بن دغر من رئاسة الوزراء وعين معين عبد الملك بديلا عنه. قضى القرار بالإبقاء على أعضاء الحكومة واستمرارهم بكل إخفاقاتهم وما يدور حول بعضهم من شبهات فساد. تباينت الآراء بين مرحب ومنتقد. الشارع اليمني في العموم لم يهتم كثيرا بهذا القرار، فقد انصب هم المواطن على إيجاد لقمة العيش وسط تدهور متسارع لأسعار المواد الاستهلاكية. وهنا يتساءل المواطنون، ما الذي سيفعله رئيس الوزراء الجديد للتخفيف من وطأة التدهور الاقتصادي والحد من الغلاء وارتفاع الأسعار؟ هل بإمكانه فعل شيء لصرف الرواتب المتوقفة؟ تساؤلات كثيرة تدور في الشارع بخصوص ملفات هامة يؤمل من رئيس الوزراء الجديد تبنيها كأولوية ملحة، ويراها البعض معايير مهمة للحكم على كفاءته في إدارة البلاد. مؤخرا بدأت الأخبار تتحدث عن تغييرات وشيكة وتحديث سيطرأ على الحكومة، لكن المواطن لا يهمه إلا كيف يمكن أن يتخلص من كابوس الغلاء والمجاعة وإنهاء الحرب لتتوقف كل الكوارث التي جاءت بسبب الانقلاب. ماذا يريد المواطن من رئيس الوزراء الجديد؟ حول هذا التساؤل ستكون حلقتنا لهذا اليوم من بين قوسين. سيكون معنا من الهند يحيى العتواني، صحفي وباحث في الإعلام الجديد، وعبر الهاتف من واشنطن الصحفي الخطاب الروحاني، ومن عدن المحلل السياسي عبد الهادي العزعزي، ومن الرياض مستشار وزارة الإعلام مختار الرحبي. أبدأ مع الأستاذ عبد الهادي العزعزي من عدن. مساء الخير أستاذ عبد الهادي. يا مساء النور أخي، أهلا بك أستاذ عبد الهادي. إذن رئيس وزراء جديد، برأيك ما الذي سيقدمه في ظل يعني بقاء الحكومة بكامل عناصرها كما هي؟ في البداية أرحب بك وبضيوفك الكرام، وأقول أن رئيس الوزراء في هذا التوقيت بالتحديد، ورئيس الوزراء وتغييرا واحدا هو إضافة نائبا له فقط لا غير، وبقاء الحكومة على وضعها السابق هنا معنى ذلك أن الإشكال في الأصل لم يكن في الحكومة بحد ذاتها، لكن كان في طريقة أدائها بشكل عام وفي مجموعة أو منظومة متكاملة من المعوقات التي أعاقت رئيس الوزراء السابق، رغم أنجزه في ظروف صعبة. نقل البنك المركزي، قدم بدأ بصرف رواتب للمحافظات المحررة، أي أن هناك إنجازات كانت تحققت على الأرض، لكن مع الأسف الشديد بقت هذه الحكومة أشبه بالحكومة الهولندية أثناء الحرب العالمية الثانية التي أدارت هولندا من لندن، أو حكومة ديدول التي لا تنجح إنجازات كبيرة في استعادة فرنسا رغم أنها كانت من المنفق، لكن الحكومة اليمنية تملك 80% من الأرض ومع ذلك ظلت في المنفق وظلت أمامها معوقات كبيرة. كان الأهم نتائجها انهيار الأوضاع المعيشية وانهيار القيمة العامة، القيمة للعملة الوطنية أمام العملات الأخرى. نعم، كان هناك لرئيس الوزراء الجديد ربما أول تصريح بأنه سيعمل على يعني الحفاظ على الاقتصاد وعدم تدهور العملة. في ظل المعطيات التي تحيط بالوضع اليمني أستاذ عبد الهادي العزعزي، هل تعتقد بأن الدكتور معين عبد الملك رئيس الوزراء الجديد سينجح في هذه المهمة؟ أعتقد أن المهمة ليست صعبة إذا توفرت الإرادة الحقيقية لها. المهمة ليست صعبة، هنالك مجموعة من الإجراءات الإدارية أولا، ومجموعة من الإجراءات المالية، وإعادة ما نسميه بانتظام الدورة النقدية الداخلية، وكبح هذه المسألة، وإعادة تشغيل الوحدات الاقتصادية الأساسية للدولة، خصوصا أن الموارد السيادية أغلبها في المناطق التي تسيطر عليها الشرعية. المسألة تحتاج إرادة، تحتاج نزول على الأرض، تحتاج خلق حكومة فعلية على الأرض وليست حكومة في الإعلام، تحتاج عملا طويلا، تحتاج خطابا إعلاميا متزنا وموحدا ومنتظما ومواكبا للحدث ومترجما له،
تحتاج إعادة صياغة كل الخطاب الإعلامي عن الأداء الاقتصادي، تحتاج تحرك قوي من الأخ رئيس مجلس الوزراء باتجاه رأس المال الوطني والغرف التجارية في المحافظات المحررة. نعم. تحتاج تحريكا للمسائل الاقتصادية، استغلال الجيوسياسي القائم أو الأهمية الاستراتيجية للبلد على الممر الدولي، أي أنها تحتاج إجراءات فعلية، وهنالك مؤسسات دولية يمكن أن تقدم مساعدات أو قروض، وهنالك مغريات تمتلكها البلد قد تقدم لبعض البلدان في مقابل أن تحصل على قروض، ويمكن لهذه المسألة أن تتجاوز هذه العملية إذا استطاعت أيضا كبح القوى الداخلية من السيطرة على بعض الموارد في المناطق المحررة، وإعادة نظامها أولا لإقامة الحكومة ثم الانتقال إلى الشكل الآخر الاتحادي. نعم، هذه الإرادة أستاذ عبد الهادي، نعم هذه الإرادة والتحرك التحرك الذي يجب أن يحصل، هل كان يفتقده بن دغر ويمتلكه رئيس الوزراء الجديد معين عبد الملك من خلال متابعتك واطلاعتك لسيرة هؤلاء يعني رئيس الوزراء الجديد والقديم؟ رئيس الوزراء القديم لم يمتلك هذه الأدوات بالقدر الكافي، كان هنالك حنق، كان هنالك تصويب الاتهام، كان هنالك نوعا من التوحد السياسي من بعض القوى السياسية ومن الحزب الذي كان رئيس الوزراء محسوبا عليه من المؤتمر الشعبي الذي ظل حليفا للحوثيين وظل مراوحا، وحتى الجناح المؤيد للشرعيه كان يتعامل مع بن دغر كانه متسلل وليس ممثلا عن هذا الحزب، رغم انه كان يمثل المؤتمر الشعبي. لم نشهد اي دعم حقيقي، هذا من جانب. الجانب الاخر، كانت هنالك صدامات قد وقعت وحدثت ما بين التحالف العربي والأخ رئيس الوزراء أو بعض الدول في التحالف العربي، كانت هنالك مجموعة من الإعاقات برغم أنه حقق إنجازات، لكن كان الأهم لدى اليمنيين هو البطء، هناك بطء شديدا جدا وهناك تراكم. نحن مجتمع ربما مع الأسف الشديد بعض الإخوة في التحالف العربي أو على مستوى الداخل لا يستوعبون التركيبة للمجتمع اليمني أنه مجتمع مطري يعيش على الزراعة المطرية، هو قلق ودائما ما يحتاج أو يحتاج إلى السرعة بشكل عام في الإنجاز. 4 سنوات أنهكت الناس إلى أقصى حد، أصبحنا كمجتمع نشتري صفيحة البنزين بأربعة أسعار، لها سعر في مارب 3,600 ريال، لها سعر في عدن 7,800، ولها سعر مثلا في محافظة سعيد، وهي جميعا مناطق محررة 11,000. فهذه الثلاثة الأسعار هي ثلاثة من المواطنات داخل البلد. هناك مؤسسات لا تعمل، قطاع الاتصالات غيرها لا زالت تحت السيطرة على الحكومة، أن تنقل ما تبقى من أجهزتها الفنية وأدواتها في العاصمة يجب أن تنقل خارج سيطرة الانقلاب، ويجب أن تفعل علاقات الدولية إجمالا. هناك نعم. إجراءات كان قد قام بها رئيس مجلس الوزراء، فك الأرصدة المجمدة للحكومة، نقل السيطرة المركزي لحركة الأموال، يبقى كيف يمكن توحيد بقية الإجراءات وهيمنة البنك المركزي عليها، وأيضا يجب أن يكون تعامل الأطراف جميعا مع الشرعية يتم عبر بوابة الحكومة. نعم. وليس بالشكل المباشر ما هو حادث الآن، وكذلك تعامل المنظمات والإغاثة. هناك أموال تتدفق، نعلم ان تحويل المغتربين في العام 2010 هو انا اتكلم عن تاريخ قديم قبل 9 سنوات. نعم. كانت تتجاوز 7 مليارات، وهذا المبلغ هو الذي ضمن طوال الفتره الماضيه استقرار العمله. هناك متدخلا عاملا اخر في حاله التدخل في تدهور العمله 3 أضعاف كانت عليه، وبالتالي هذا التدهور غير طبيعي، اي انه تدهور بفعل فاعل وعملا منظم ناتجا في الداخل، والسبب الاساسي غياب الحكومه. لا ارى انا كمواطن اليوم مبررا لبقاء الحكومه بوكلاء الوزارات بالمستشارين بغيرهم في الرياض، وهؤلاء يتقاضون بالعمله الصعبه، اعتقد هذا قمه الانهاك لبلد هو بحاجه الى السانس الواحد من اجل انجاز كموضعه وإعادة الدولة المنهوبة القائمة. نعم. في الخارج أرى أن أول قرار وأولا عودة الحكومة، اثنين الحكومة أو وزرائها وغيرها تقاضون بالعملة اليمنية. نعم. هذه المبالغ يجب أن تذهب إلى البنك المركزي،
التي يتقاضاها هؤلاء جميعا على يجب أن يبدأ الحوار بين رئيس الحكومة الجديد ورأس المال الوطني والبيوتات التجارية والغرف التجارية عموما. يجب أن تضمن أن يجرر أي استيلاء على الموارد الداخلية أو أي تعطيل أو إيقاف لما نسميه بالدورة النقدية. يجب ربط البنوك المركزية، يجب إعادة تشغيل البنوك مع الأسف الشديد إلى اليوم تدفع الرواتب عبر مصارف خاصة أي عبر الصيارف وليس عبر النظام البنكي. النظام البنكي سواء المملوكة للحكومة على القطاع العام أو القطاع المختلط لا زال مشمولا وغير قادرا على استعادة أنفاسه والحركة. طيب أستاذ عبد الهادي، طبيعي أن نقول ابقى معي أستاذ عبد الهادي ونشرك معنا في الحديث من واشنطن الصحفي خطاب الروحاني. مساء الخير أستاذ خطاب. مساء الخير عليك وعلى جميع المشاهدين. أهلا بك أستاذ خطاب. رئيس وزراء جديد، هل تعتقد بأن الدكتور معين عبد الملك رئيس الوزراء الجديد سيحقق ما عجز عنه تحقيقه رئيس الوزراء السابق أحمد بن دغر؟ طبعا بطبيعة الحال أي وزراء جديد يستطيع أن يحقق، أي رئيس وزراء يستطيع أن يحقق ما عجز عنه ما عجز أن يحققه رئيس الوزراء السابق أحمد بن دغر، بسبب وحيد وهو أن رئيس الوزراء السابق لم يفعل شيء خصوصا في الملفات الاقتصادية. لكن أيضا الدكتور معين شخصيا أتوقع أنها يمكن أن تكون مناسبة في بعض الملفات، خصوصا إذا ركز على بعض الملفات ولديه الكثير من الفرص حاليا. صحيح أن الوضع صعب ومعقد للغاية، لكن أيضا هناك الأزمات كما يقال كل أزمة تخلق أيضا فرصة، فالأزمات الحالية اللي موجودة في منطقتنا يمكن أن تكون فرصة للدكتور معين بأن يتحرك في إطار في ملفات معينة. هذه الملفات وخلونا نكون واضحين، لا يستطيع الدكتور معين أن يتدخل في الملف السياسي أو الملف العسكري لأنه معقد، وأيضا اللاعبون فيه كثر سواء كان رئيس الجمهورية، ونحن نعرف وندرك تماما أن رئيس الجمهورية لا يمكن أن يسلم الملف هذا لأي حد، وهو نقطة خلافه الكبرى مع خالد بحاق ومع أحمد بن دغر في الملفات العسكرية والملفات الأمنية. وبالتالي إذا استطعنا أن نفهم هذه المنظومة وهذه السياسة التي تلف السياسة التي تلف الرئاسة، يمكن أن نصل إلى نتيجة أن الملفات التي بيد الدكتور معين هي ملفات واضحة وتتمثل في الآتي. أولاً نحتاج إلى أن نرتب نعيد ترتيب الأوضاع في اليمن إدارياً وخصوصاً في عدن، إعادة ترتيب ملفات الحكومة اليمنية، إعادة العمل في الملفات الاقتصادية خصوصاً فيما يتعلق بالبنك المركزي وفي موضوع استيراد النفط واستيراد المنشآت النفطية. هناك حاجة للتركيز على ملف البنك المركزي وتوحيد آلية العمل مع البنك المركزي في صنعاء. نحن ندرك أو عادة ما نقول بأن البنك المركزي في صنعاء يجب أن يفصل تماما، وأنا أعتقد أن هذا خطأ فني، هو ليس خطأ سياسي، هو خطأ فني. لابد أن تكون هناك آلية للتنسيق بين البنك المركزي في صنعاء والبنك المركزي في عدن من الناحية الفنية. وهي أيضا تضيق أنت تضيق الخناق على السياسيين في المقابل، لأنك لا تعطيهم كثرة الصلاحية في التحكم بجمع الضرائب من أهم كتلة بشرية في اليمن وهي أب وتعز وأيضا المناطق الشمالية. وبالتالي لديهم أيضا دخل مهم في مسألة الضرائب، يمكن أن تقيد هذه هذه الأموال إذا ما ربط البنك المركزي. كيف يمكن لهذه الملفات أستاذ خطاب؟ كيف يمكن لهذه الملفات أن تتحقق وأن ينجح رئيس الوزراء الجديد في تحقيقها، وأنت تعلم أن جميع وزراء الحكومة لا زالوا في الرياض وأيضا رئيس الوزراء، ولم نلمس على الأقل أي تحرك بعودتهم إلى الداخل على الأقل لإدارة بعض الملفات التي باستطاعتهم أن يديروها ويعملوا على تحسين أوضاع المعيشية من خلالها سواء الخدمات أو مسألة استقرار الاقتصاد والعملة؟ طبعا في كل الأحوال لا يستطيع أحد أن يعمل إذا لم يكن داخل اليمن، وبطبيعة الحال أنا أعتقد أنه يكون هذا الدكتور معين يدرك هذا تماما بأنه لا بد من العودة إلى اليمن ولا بد من الاستقرار في عدن أو في مارب، وهذا شيء لا نختلف عليه ولا يختلفون معنا حوله. الشيء المهم الآن الذي ممكن يعني أن نتم العمل عليه، هناك حقيقة فرصة لاستعادة الأمور في عدن، لأن الإمارات الآن تطأطئ رأسها خصوصا بما يجري حاليا والضغط الدولي الكبير حول على الإمارات وعلى السعودية بأن
يفكون الحصار او على الاقل يتعاملون بمسؤوليه في الملف اليمني. اعتقد بانها فرصه الدكتور معين غير متحزب وغير متحيز، ويمكن ان يكون بديل حقيقي لاستعاده الامور في عدن. انا لا اخشى حقيقه من مجلس الانتقال، لان الانتقال عباره عن لعبه بيد الامارات، وبالتالي الامارات هي من تقرر مصير كل التشكيلات العسكريه في عدن. واذا ما اتفق الدكتور معين مع الامارات بانه يمكن ان يكون بديل، يمكن ان نحل هذه القضيه. هناك ايضا نقطه مهمه اريد ان اركز عليها، وهي قضيه تصدير النفط. نعم، لا يوجد اي معوق لهذه لهذه النقطه الا الجانب الامني من قبل الامارات. نعم، طيب، وفي هذا الوقت الامارات يمكن ان تكون مستعده، يمكن ان يتم الضغط عليها اذا لم يكن هناك ضغوطات محليه او ضغوطات اقليميه بالتعاون مع السعوديه. يمكن ان يشكل الضغط الدولي على الامارات ناكده للحكومه الجديده بان تسعى لتصدير النفط، وهو اساسي لاستقرار العمله اليمنيه. نعم، ابقى معي استاذ خطاب وايضا الاستاذ عبد الهادي العزعزي. سنذهب الان مشاهدينا الكرام لمتابعه هذا الاستطلاع الميداني الذي عده الشباب من محافظه تعز، ومن خلاله علق الناس وردود افعال الناس بعد اقاله رئيس الوزراء احمد بن دغر وتعيين رئيس الوزراء الجديد، وما هي مطالبهم من رئيس الوزراء الجديد. نتابعها. نعمل ويعمل الشعب اليمني من رئيس الوزراء الجديد حسم الكثير من الملفات، من بيع على رأسها استكمال التحرير، أيضا ضبط الأمن في المحافظات المحررة، وعلاوة على ذلك وضع حد للغلاء الفاحش عن طريق العمل على استقرار العملة الوطنية ووقف تدهورها. أضف إلى ذلك وضع حد للفساد. يعني كان الصاروخ عندما ينزل من الطائرة يفجر مدرسة ونحن نكبر الله أكبر ولله الحمد، نتعشم في بناء مدرسة أفضل وأحسن من المدرسة السابقة بعد تحرير اليمن، لكننا إلى الآن أصبح التحرير ملف من الملفات التي نريد أن